من الطبيعي الميليشيات الحوثية منذ وقت يعني وهي تجهز منذ وقبل الهدنة التي الآن نعتبرها هدنة هشة غير معترف بها من قبل الميليشيات الحوثية، هي تجهز لمعركة كبرى في اليمن. وأنا أعتقد أن البوصلة تتجه باتجاه محورين، المحور الأول وهو السيطرة على محافظة مأرب ما تمتلكه من مقومات نفطية، وهناك مصفات للنفط، وهناك المحطة الغازية الكبرى في اليمن، والنقطة الأخرى هي باتجاه محافظة تعز والساحل الغربي. ولهذا في الميليشيات الحوثية لا تأبه للسلام، ولا هي وليست قادرة على تحقيق السلام، هي تعيش في أجواء الحرب، وبالتالي أي كلام عن سلام دائم أو عن مفاوضات أو عن حل تهرب منها وتهرب من تلك الاستحقاقات من خلال افتعال المعارك ومن خلال الاغتيالات ومن خلال يعني إرسال الصواريخ الباليستية إلى محافظة مأرب وإلى محافظة تعز والساحل الغربي. بمعنى آخر أن الميليشيات الحوثية لم تكن في يوم من الأيام عامل استقرار، بل هي عامل مزعزع منذ أن كانت حروب صعد الستة وحتى حرب ال8 سنوات في انقلابهم المشهود. لهذا فأنا لا أتوقع أن هناك مفاوضات حقيقية ستحدث بين الطرف الممثل للشرعية والميليشيات الحوثية. هناك محاولة من الأخوة في سلطنة عمان ومن المملكة العربية السعودية، لكنهم يصطدمون بالتعنت الحوثي، وهو أن الحوثي يطالب بامتيازات ومزايا وهدايا دون أن يقدم أي بوادر ريال للسلام. لا أطلقوا الأسرى مقابل اللي كانت تسمى القاعدة الكل مقابل الكل، ولا فكوا الحصار عن محافظة تعز وبقية المحافظات، ولا سمحوا بتصدير النفط، ويهددون الموانئ والملاحة الدولية، والآن يدعون أنهم مشاركون في طوفان الأقصى من خلال بعض المفرقعات الكاذبة التي لا تدل إلا على أنهم يستعدون للحرب داخل اليمن.